معلش يا حبيبتي، كان عندي مشاكل كتير في الشغل. انا طالع البيت دلوقتي، ما تتصليش بيا خالص. ها، وانا اول ما انزل هكلمك. بحبك. حافظ دوار النهارده، هلعب جيمز كتير قوي. طب خلصي اكلك الاول وبعد كده هنلعب. يا طنط العيله مش هتيجي تقعد معانا تاني. مساء الخير. بابا شفت ماما جابت لي ايه؟ الله، ماما ذوقها حلو على طول يا حبيبتي. كان يوم صعب قوي يا جميله. دول لطيفه كان زماني في النيابه دلوقتي. بس الحمد لله. انا اخش اغير هدومي. ها، مش انتي كنتي عايزه تلعبي جيم؟ طب ما تاخدي تليفون بابا، ده عليه جيمز كتيره قوي. وخدي بالمره الباس كود علشان نعرف نفتح التليفون. بس مفيش حاجة، ثانية واحدة. روحي اقعدي. خدي يا حبيبتي العبي. شوف شو هذا التليفون يا حبيبتي. لطيفة عملت ايه؟ كأنها سحرت لها كلمتين على ايدين، ما اعرفش اصلا حفظتهم امتى. الحمد لله الست هديت. في امل؟ والله لازم تكمل الكرسي اللي عليها. العملية تاخد وقتها وبعد كده نشوف بقى. يا حبيبتي سرحتي فين؟ عزيزة سلطان عاملة ايه؟ انت مش معايا خالص. بتقري حاجة مهمة ولا ايه؟ هي حادثة فظيعة بصراحة. واحدة ست قتلت جوزها. يا ساتر يا رب. طيب انا هقوم البس بقى. عبد الله بعت لي قال لي ان هو عايزني في حاجة ضروري في المستشفى. عايزة حاجة؟